السلام عجل، كي درتي بخير؟ اش اخبارك؟ كي دايرين؟ كل شي بخير. راه جات لي عندي هذيك متشفره تترغب وتزوغت لك عباك عندك تمشي شي كوميساريه ولا شي حاجه يمشيو يقبطوها ولا يديروها بالحبس. قالت لك غير تاحي، قالت لك راه دابا الا اتصلت بيها ولا شي حاجه وغتقول ليها على هذاك الذهب غت لا جابته راه تجيبو ليا انايا الذهب والفلوس. قلت لك الله يرحم والديك ما ديري والو، راه خايفه هي على بنتها. قلت لها وانا ما غاديش نخاف على بنتي، انا راه بنتي رزاتها فلوس رزاتها في ذهبها. ايوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخوتي اخواتاتي حبوباتي الغزال ديالي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. هذا الصباح، هذا 10 الصباح، يلا خرجت من عند لي جوندارم ناسيونال على هذيك القضيه اللي درت لكم في الفيديو ديال هذيك، مع احتراماتي الوالديه ديال هذيك الشفاره. المهم يلا خرجت يلا خرجت من عندهم. باقي الكونسيرج والجار باقي عندهم، باقي الكونسيرج والجار باش يحطوا حتى هما الاقوال ديالهم. واحد الحاجه قبل ما ننسى، خوتي كنت قلت لكم راه جات عند واحد السيد كبير، ايوا، وكانت دازات معاه كما قالت لي وخرجات باش تعرفوا الكلاخ المبين. كان هو شاد ليها الباسبور، كان شاد ليها الباسبور ومين خرجت واحد اليومين من ما رجعتش مشى دار لها الديكلاراسيون. دونك دابا سكيفي انا مين دارت الديكلاراسيون هنايا طابو لو نون لو برينون ديالها، وهي طلعت بان السيد دار لها الديكلاراسيون ديالها انها بحال الاختفاء، دار ديكلاراسيون بان الاختفاء، بان حيت هو اللي مابيرجيها هو اللي ضامنها، دونك مبه ما توقع عليها شي حاجه حيت ما عرفش على حسب ما كاين في سميتو في الدوسي. انه ما عرفاش مشات واش شنو وقع ليها، واش في لوبيتال، واش دات اون اكسيدون، واش ما عرفهاش شنو وقع ليها. دونك هو دار ديكلاراسيون، مين دابا انايا دارت ديكلاراسيون غادي يعيطوا ليه ويستجوبوا معاه وعاودوا يقولوا لي هاد ليستوار غادي اللي طرات ليه اللي طرات ليا دابا. دونك اختي راني ديكلاريت بك، راه قلت لك ما غنزهقكش، وواحد المتتبعه كنشكرها من هنا هي نزهه العلاوي. اختي كنقول لك شكرا لك بزاف، وليها اللي خطيك عليا. عندها الاخ ديالها كوميسير في المغرب، وحتى هي بالدور ديالها غادي دير ديكلاراسيون هي والوالده ديالي. دونك غادي دير ديكلاراسيون حتى هي تما باش تبقى اون فوا زعما اوكا، وان فوا دخل المغرب تعتقل. ولكن المشكله انها دابا عمرها ما غادي تدخل المغرب لان الباسبور ديالها مشدود عند البوليس، يعني ما عندهاش كيفاش دير ترجع للمغرب. السيده عارفه راسها اش كدير، يعني السيده ديجا دايره واحد البلان قدام عينيها، هي ديجا دايره بانها اون فوا غادي يجيبها هذا السيد الكبير هذا اللي فاق بيناتهم 30 عام. يعني لا يعقل بان تكون شي وحده غادي تتزوج بشي واحد الفرق ديالو 30 عام، ولو يكون قاوري ولو يكون عايشها في اوروبا. دونك هي من عرفت بان السيد من بقيتها من قال لها الاولاد راه ما خلاونيش نتزوج لان انتيا في لاج ديالهم هما، صافي بدات دارت البلان ديالها بانها صافي خاصي تحرق الفيزا وخاصي تمشي وتعرف راسها شنو غادي دير. وهو كان شاد ليها الباسبور، علاش الله اعلم، يعني كي على حسب ما قال البوليس، قال لهم راه انا كنت انا شاد ليها زعما لي بابي ديالها عنده هو. دونك السيده سمحت في الباسبور ديالها وصافي، وشافت ليها وشات فرنسا ولا شافت اوروبا راه انها جنه، وسمحت في والديها وسمحت في بلادها وسمحت كل شيء. باش تعرف هنا في هذه النقطه باش نعرفوا بان بنادم مريض في عقله، يعني الوحده اللي غادي تسامح في والديها وتسامح في تسامح في والديها وتسامح في البلاد ديالها على ود باش تعيش اوروبا وماشي حتى تعيش، ما غاديش تعيش اصلا معززه مكرمه.
لان غتعيش حارقه وشفاره فهمتيني ورشي هنا وغتكون رشاشي ان شاء الله حتى في البلاد. يعني ما فهمتش هاد السيده هادي عقلها شنو فيه. يعني هاد السيده هادي كاتبه ليا انا انورمال. غيكون هذا اخر فيديو غادي نديرو على هاد القضيه ديال الشفره ديال الذهب ديالي، لان ما خصنيش نبقى نعطي شي معطيات اخرى جديده، ما خصنيش نبقى نبيل السيده على حسب ما قلتوا لي. شكرا لكم بزاف، لانني انا راه كنقرا لي كومونتير ديالكم، كنقرا لي بروبوزيسيون ديالكم، كنقرا النصائح ديالكم. الله يسهل عليكم، شكرا لكم بزاف. لا بليبار قالوا لي حاجه ما تقيشت بركه، ما تقوليش داكشي اللي غدير. يعني القضيه ديال الشفره ما تقوليش انت فين وصلتي، ما تقوليش شنو غندير. مي انا اكسبري قلت بانني راه الديكلاراسيون بانني درتها فريمون، والديكلاراسيون ان شاء الله غتقولها ديرها ليا السيده اللي قلت لك متتبعه ديالي. الحمد لله ربي كبير، قال لك البنادم مزيان ومن ديال الوالدين عمرو ما يخيب. يعني الحمد لله كون كنت انا يا خايبه ما غاديش يوقفوا معايا الناس، لا نتوما عبا الكومونتير ما تعطيونوش لي بروبوزيسيون، وحتى السيده نزهه العلوي حتى هي ما غاديش تقول لي راك ما غاديش توقف معايا وتبغي اليوم ان شاء الله غادي تمشي عند الوالده ديالي باش تمشي للكوميساريه، لان انا الحمد لله دايره البروكيراسيون ياك سميتها بروكيراسيون، يعني دايره ليا دايره ليها الورقه ديال اش كيقولوا ليها الورقه ديال انها كتنوب عليا بحال دابا ملي كتكون خاصاني شي ورقه ولا شي حاجه من لابونك ولا شي حاجه، هي اللي كتنوب عليا دايره ليها الوكاله. هاد الكلمه دايره ليها الوكاله، دونك هي عندها الحق انها دير الديكلاراسيون من تما، وخاصني نصيفط ليها الديكلاراسيون دابا نديرو معايا مع جوج ان شاء الله باش ناخذ لا ديكلاراسيون بتيسالي مع الكونسيرج والجارة ديالي. هذيك الديكلاراسيون بروحها خاصني نصيفطها للسيده باش عليها دير ديكلاراسيون في المغرب، وخاصني نصيفطها للسفاره ان شاء الله، السفاره هنا ديال فرنسا. وبقات لي الخاله ديال هاد السيده هادي. اختي الا كان عندك وليداتك وكانت عندك واحد الضره ديال الاسلام، غادي نوجه لك واحد الهضره من هنا. غنقول لك اختي الا كنتي مسلمه وكتعرفي شنو هو الاسلام، شوفي من حالي وما تدخليش هذيك السيده لدارك، لان كما سرقتني انا اللي سرقت اليد اللي قدمت ليها المعاونه، اكيد انها تسرقك حتى انت، ما غتزهقكش. وزيدون ابار هادشي غادي ديري على راسك المشاكل، اللي غادي ندير ديكلاراسيون ديالي حتى في اسبانيا، يعني غادي تشري راسك غير المشاكل. اللهم ان فوا تجي عندك عيطي لدارهم، لان على حساب دارهم كيقول لك حنا ما عيطات لينا وما دارت لينا ما والو. غادي نخليكم واحد الاوديو هنايا، غادي نحط لكم واحد الاوديو ديال الوالده ديالي، ديال الوالده ديالي كتهضر معايا، لان مشاو والديها كيرغبوا الوالده. السلام هاجر، كي درتي بخير؟ اش اخبار؟ كي دايره؟ كلشي بخير. رجعت لعندي هذيك متشفره تترغب وتزوقت لك عباك عندك تمشي شي كوميساريه ولا شي حاجه، يمشيو يقبطوها ولا يديروها بالحبس. قالت لك غير ارتاحي، قالت لك راه دابا الا اتصلت بها ولا شي حاجه وغتقول ليها على هذاك الذهب غت لا جابتو راه تجيبو ليا انايا الذهب والفلوس. قلت لك الله يرحم والديك ما ديري والو، راه خايفه هي على بنتها. قلت لها وانا ما غاديش نخاف على بنتي. هادشي ما فيهش رغب، هادشي فلوس، هادشي راه القيمه ديال 3 مليون، راه ماشي غير جات. والكادو ديال الزواج، يعني الكادو ديال الزواج الخاتم ديال الزواج، يعني ماشي بالسهل باش الواحد يجي يدير ديك 3 مليون ديال الذهب. راه شقينا عليها، راه تغربنا عليها، راه خدمنا فيها الليالي، راه خدمنا فيها بالبرد والغربة وبزاف د الحوايج باش شرينا داكشي. يعني ماشي بالسهل، ماشي انا لقيتهم في الأرض ومشيت شريت ديك الذهب باش انتي ديه بعد. المهم اخوتي هاد الموضوع غنحاول نسدو من
من القناة ديالي ما غنبقاش نديرو لان ما غاديش نبقى نعطي معطيه جديده. حاجه واحده اللي غنقول لكم، كونوا هانين، راني ديكلاريت بالسيده وغادي نقول لكم ان شحال واحد كيقول لي هاجر انت قلبك طيب، ما تسامحيش ما تسامحيش ما تسامحيش خوتي. هاجر فريمون وي قلبها طيب وكتسامح على بزاف د الحوايج، ولكن الا الغدره الا الشمته الا ما عرفتش سيرتو الشمته، بنادم يشمتك تكوني باغا دايره فيه خير هو يشمتك، نو 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 انا ما نقدرش نسامح. مازال الى رجعت ليا صوالحي ما عنديش المشكل نسامح، ولكن الى ما رجعت ليش راه بيناتنا القانون اصلا دابا اصلا القانون ديال فرنسا على ما اظن، ما عرفتش اصلا القانون ديال فرنسا واخا تسامحي انتيا القانون ما كيسامحش جو كخوا، تتصلحوا ليا في الكومونتير. غادي نقول لكم الله يسهل عليكم، وغادي نقول لكم شكرا لكم بزاف والله اللي خطيكم عليا، وشكرا على الكومونتيرات الزوينه، وشكرا على النصائح ديالكم، شكرا على الوقفه ديالكم، وشكرا اختي نزار علوي على الوقفه اللي غتوقفي معايا، والله يحفظكم ليا والله يهدي ما خلقاتش.